إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة تقدم القوى العاملة. القوى العاملة تعمل إن العمل محقق أهل الأمل ولتعمل إن العمل محقق أهل الأمل. القوى العاملة. القوى العاملة. الإشراف دائرة الإعلام بوزارة القوى العاملة. إعداد مقبولة بنت سعيد الغابشية. تقديم بدر بن علي الشيباني. القوى العاملة للمخرج يوسف بن حبيب إبراهيم. القوى العاملة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع مع برنامج القوى العاملة. البرنامج التأسيسي في العمل النقابي بنسخته السادسة. مستمعينا الكرام، نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة البرنامج التأسيسي في العمل النقابي بنسخته السادسة خلال الفترة من 12 إلى 14 من سبتمبر الحالي. وتضمن البرنامج حلقات عمل لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل. جاء ذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل وإيجاد بيئة عمل مستقرة وجاذبة تحفظ حقوق العمال وتكرس الإنتاجية، حيث شارك بالبرنامج 25 عضوا نقابيا ركزت على التوعية بأهمية العمل النقابي وإكساب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية حديثة التكوين المهارات والمعارف الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة. ويسعى الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا وتحسين شروط وأوضاع عملهم ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال وترسيخ قيم العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. مستمعينا الكرام، حول هذا البرنامج نستضيف معنا المدرب مازن بن مبارك الخربوشي للحديث حول هذه المشاركة وهذا البرنامج. أخي مازن، أهلا وسهلا بك مع المستمعين. أهلا وسهلا أخي، مرحبتين. بداية دعنا نتعرف على أهمية العمل النقابي في القطاع الخاص. أهمية العمل النقابي في القطاع الخاص، طبعا يعني العمل النقابي يكتسب الأهمية الكبيرة في القطاع الخاص، خصوصا للشركات التي تحتوي على عدد كبير من العمال، سواء كان من القوى العاملة الوطنية أو الوافدة. فوجود النقابة يحقق يعني التوازن داخل الشركة ويحقق الكثير من الفوائد والمصالح، سواء كان لصاحب العمل أو للعمال نفسهم. نعم. طيب نأتي للبرنامج الآن، ما هي المحاور التي تضمنها كبرنامج تأسيسي في العمل النقابي؟ نعم، المحاور اللي ضمنها البرنامج التأسيسي للعمل النقابي في ثلاث محاور ارتأى منظمو هذا البرنامج انها هي برامج أساسية ومهمة لتكوين العامل النقابي كبداية. المحور الأول هو الانتساب، والمحور الثاني الاتصال والتواصل، والمحور الثالث هو التفاوض. نعم. طيب، هل تضمن البرنامج اللي استمر لمدة 3 أيام فعاليات تطبيقية، أم أن البرنامج فقط اقتصر على المحاضرات النظرية وطرح أوراق عمل في المشاركة؟ طبعا المحاور هذه تشتمل على فعاليات تطبيقية من خلال المحاور نفسه، فيكون في عدة من الأدوات التدريبية اللي يقوم فيها المدربون خلال البرنامج، مثل تقسيم
يعني المشاركين أو الحضور إلى فرق عمل أو طريقة لعب الأدوار وتمثيلها لتطبيق الواقع نفسه، كمثل موضوع التفاوض أو طريقة في محور الاتصال والتواصل. أيضا حتى في الانتساب في يكون تمثيل أدوار أو لعب أدوار يستطيع فيه المشاركين يعني فهم طريقة الانتساب أو التواصل بهذه الأدوار اللي يقوموا بها أو الأدوار التدريبية اللي يقوموا بها خلال هذه ورش العمل بالنفس. برأيك ما الأسباب اللي دعت إلى إقامة مثل هذه البرامج وتبنيها؟ نعم، بطبيعة الحال النقابيين لما يتم انتخابهم واختيارهم إدارة نقابات عمالية وتمثيل العمال داخل المنشأة نفسها يعني يكون يقع على عاتقهم يعني عبء كبير، فهذه الأشخاص في غالب الأحيان ما يكونوا مؤهلين أو قادرين لأنهم يديروا هذه النقابات بالشكل الصحيح، أو أنهم في بعضهم يكونوا اجتهدوا وبذلوا جهدهم بحيث أنهم يستطيعوا إدارة هذه النقابات، فيجي على دور الاتحاد أو من عاتق الاتحاد أنه يهيئ هذه الأشخاص وعشان يدخل سوق العمل ويقدر يدير النقابات بالشكل الصحيح بالطريقة الصحيحة. ومن ضمن هذا التهيئة هو مثل هذه البرامج التأسيسية اللي نسويها، طبعا يعني هذا البرنامج التأسيسي السادس والنقابات تحصل فيه على كمية جيدة من التثقيف والتوعية حول سواء كان قانون العمل أو كافة الأشياء الأساسية التي يعني يقدر فيها النقاب أنه يدير فيها النقابة خلال الفترة القادمة. وكيف تقيمون العمل النقابي في السلطنة بشكل عام من وجهة نظركم؟ ما هي أيضا طموحات هذا العمل في السنوات المقبلة؟ أنت سألتني أول شيء عن تقييم العمل النقابي في السلطنة. نعم. في هذه الفترة، في الفترة الحالية. بالضبط. طبعا العمل النقابي يعني في السلطنة يعني تطور كبير خلال الفترة الماضية، يعني حاليا تقريبا 7 سنوات من تاريخ إشهار الاتحاد، فبالتالي إذا بدك تشوف من 2010 لحد اليوم 2018 العمل النقابي أو أعداد النقابات في تزايد مستمر سواء كان بشكل سنوي أو بشكل شهري، وأيضا أصبح الوعي أكبر عند الأشخاص وعند الخاص بشكل عام عن دور النقابات وأهميتها، فصار الموظفين اللي في القطاع الخاص أنهم يسعوا لتشكيل النقابات بشكل دائم أو حتى تجديد النقابات اللي انتهت. طبعا طموحنا أنه نستطيع أن نخلق نقابات أو تشكيل نقابات قادرة على ممارسة عملها النقابي بكل حرية وبدون أي ضغوطات سواء كان من أصحاب العمل أو من أي جهات أخرى، وأنهم يقدروا يمثلوا العمال ممثليهم بالطريقة الصحيحة ويستطيعوا تحقيق الأهداف والأهداف اللي منظوص لها في القرار الوزاري. أتمنى كل التوفيق للعمل النقابي وتطور هذه التجربة ووصولها إلى المراتب العليا في لتحقيق الطموحات التي يحتاج لها الشباب في القطاع الخاص. مازن بن مبارك الخربوشي، كل الشكر والتقدير لك المدرب الذي تحدث لبرنامجنا، شكرا لك. مشكور أخي. بارك الله فيك. القوة العاملة، القوة العاملة. رسالة وهدف، رسالة وهدف. معكم سعود بن ناصر السالمي، رئيس نقابة شركة تنمية نفط عمان ورئيس اتحاد عمال قطاع النفط والغاز. الحقيقة كلمة موجزة لجميع العمال، ليس في قطاع النفط والغاز فقط ولكن جميع العمال في بلادنا العزيزة السلطنة. نناشد جميع العمال أن يتحدوا فيما بينهم وأن ينظروا إلى المصلحة العامة للعمال وللجميع في بلادنا للانضمام نحو هذا الحراك الحالي، الحراك الذي يتجه لحل جميع الإشكاليات الحاصلة حاليا فيما يخص العمال. تشكلت النقابات ومن بعدها الاتحادات كذلك ما بين هذه النقابات لمصلحة العمال وكذلك للمصلحة العامة، على أساس أن يكون هناك أرضية يلجأ إليها أي من العمال
للمطالبة بحقوقه وكذلك لرفع مستواه العملي والاجتماعي بما يعود بالمنفعة للجميع. نناشد جميع العمال أن يتحدوا مع نقاباتهم، أن يسألوا عنهم ويتابعوا أعمالهم ويأخذوا بأيديهم. في النهاية من يمثل العمال كنقابة هم منهم وإليهم، وهم بشر مثلهم، قد ينالوا بعض الحقوق وقد يخطئوا في بعض الأحيان، فخذوا بأيديهم إن نجحوا وخذوا بأيديهم إن فشلوا في بعض الأمور، وقوموا بالمتابعة معهم. ويقول المثل أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القافية، فلا ينفرد أي من العمال بنفسه أو أي نقابة بنفسها، وتتحد مع باقي العمال وباقي النقابات في اتحادات لكي نصل إلى خير العمال وخير هذه البلاد. القوى العاملة، القوى العاملة، مؤشرات عمالية، مؤشرات عمالية. المؤشر الأسبوعي لحركة ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة عن طريق فريق تفتيش العمل المشترك. مستمعين الأعزاء، أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن أن عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل بلغ 325 عاملا مخالفا خلال الفترة من 3/9 إلى 9/9/2017، منهم عدد 248 عامل تجاري، وعدد 42 عامل زراعي، وعدد 35 عاملة منزل ومن في حكمهم. وقد اتضح من خلال بحث المخالفات مع من تم ضبطهم عن طريق فريق التفتيش إلى أن العدد بلغ 293 عامل، منهم عدد 170 عامل هارب، وعدد 105 عامل مسرح، وعدد 18 عامل لا يحمل وثيقة. وقد سجلت محافظة شمال الباطنة أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط عدد 126، تلتها محافظة مسقط بعدد 84. وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. من جانب آخر، سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل عدد 463 عاملا مخالفا خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. القوى العاملة لطرح ما يهمكم من مواضيع في حلقاتنا القادمة، تواصلوا معنا على الرقم 8077000. 8077000. أو إرسالها على البريد الإلكتروني لدائرة الإعلام media@manpower.gov.on. القوى العاملة، القوى العاملة. مستمعينا الكرام، هكذا قدمنا لحضراتكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج القوى العاملة. هذه تحيات معد هذه الحلقة سعيد بن سليمان لوهيبي، وإلى الملتقى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القوى العاملة، القوى العاملة، مع تحيات بدر بن علي الشيباني ويوسف بن حبيب إبراهيم. القوى العاملة.